السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين قناة تيتل جيمز. كمل معكم تختيم لتنهي لعبة سايلنت هيل الجزء الثاني. حنا وقفنا هنا، عندك طريق تحت وطريق فوق، روح فوق. نبغى نروح فوق هنا نخلص بعدين ننزل على تحت، تمام؟ الآن فوق هنا خلك منتبه الأعداء. شوف لو أضغط مربع، أوكي مربع يعشق السلاح، ممتاز. نبغى نجمع كمان قطعتين اللي هي ثنتين نوت، لازم تجينا فوق اصلا مع القصة يعني كذا كذا. نبغى نجمع قطعتين نوتتين، اذا ما في شيء. هنا في طلقات، اخذ طلقات، كويس 4 طلقات، ممتاز. كم عندي طلقات؟ 26. ها ايش ما كنا متيت. طيب خشين الان، هذه ما عندي مفتاح. طيب نخش هنا، هنا في شيء؟ هنا ما في شيء. هنا ما في شيء. 312 ما في شيء. احنا نبغى نروح فين؟ نبغى نروح 313. ناخذ نوتة. خش هنا نتابع نشوف من الشباب فين. 200 200 مسدس يستاهل. احنا كذا مطلوبين اضرب كذا بس احتياط. هذول ما يموتون، هذول ما شاء الله عليهم. طيب احنا دخلنا من هنا، دخلنا من هنا. الان فين نروح؟ هنا اخش للغرفة هذه. هنا يفاجئك، هنا اذا ما قتلت هذا يغدر فيك. هنا ما في شيء اظن، صح؟ ماني شايف شيء. طيب تخش دارات المياه، هنا في شي دارات المياه. تكرار ما في حاجة. هنا دخلنا حنا هنا، اوكي. هنا ممكن في حاجة بس ما اشوفها، لكن عموما راح نركز على الاشياء المهمة. هنا عندنا علاج، هنا عندنا المطبخ، هذا فيه الدرج، هذا في حاجة؟ ما في شي. طيب ممتاز. حنا الان عندك هنا مكان، وعندك هنا فيه يا اخوي. افتح الدرج يا اخوي، ايش هذا؟ في طلقات، كويس 3 طلقتين، ممتاز. اظن عشوائية الطلقات، ممكن تطلع لك اكثر من طلقتين. عندك هذاك يفحط هناك. يا الله عليك، فاجأتني يا شيخ. ايش الغدرات دي يا اخي؟ انا عارف انك هنا. خذ اقتله طخه. طيبي فاجأتني. هنا أظن في 2 هنا. طب هذه 310؟ ها 310. نبغى 313 بس نشوف الآن شو نسوي. نبغى 313 حنا. لفين حنا الآن؟ 300 بين هذه وهذه. حنا هنا أيوة نخشين، تمام. إيه تمام. طيب بعد ما قتلنا هذا من هنا تخش، من هنا خش لكذا يمين، نخش هنا هذه. أظن النوتة هنا، صح؟ متأكد الآن. نجيبها هذه. هاي هذه النوتة هنا، هذه النوتة. طيب اقراها واقرا هنا. أخذنا النوتة اللي هي سترينج نوت، شايفين فين؟ 310 هنا عند هذا الشيء. هنا سرنجة، لا طلقات. طيب احنا كذا كويسين. طيب الآن أخذنا كذا اللفلف اللفلف، نخش احنا. طيب احنا قتلنا هذا هنا، نخش من هنا الآن. زي ما قلت خلك مستعد المسدس، يجونك 2 هنا. من الـ2 يجونك، أظنهم هنا يجونك 2. راح تمشي هنا أول. أي هذا هو، أيوة أوكي. أجلده احتياط بعدنا. لك عدو؟ شو كذا منسلح كذا بشكل غريب؟ ما هو خالي إذا عند أحد. أجلده، ممتاز. طيب احنا دخلنا من هنا، حوريكم كل شيء إن شاء الله عشان ما ودنا. من هنا ما في شيء. وهنا هذا عند الدروج، هذا عنده شيء، في درج كذا، في حاجة أكيد في درج. أبوي ما في شيء، معقولة؟ طيب هنا عنده شيء، ما عنده شيء. هذا
طيب ما علينا، نكسر هذا الشيء. في هنا في شيء؟ ما في شيء. طيب الطريقة الوحيدة من هنا، نخش من هنا، نفتح الباب هذا. هنا في شيء؟ ما في شيء. في مكان يجونك اثنين كذا يبلشونك. طب ما عليه، خل دائما سلاحك معشب. يا حد هنا في واحد هنا، وين هو؟ أبي أحد هنا. هذا الباب فيه قطعة، هذه السرنجة. أخيرا لقينا سرنجة. نخش من تحت من هنا بس، أول شي نستكشف الشقة هذه. هنا ما في شيء. قدام هو هنا، هنا أظنه ما في أحد هنا. في علاج هذا، ممتاز يا دو. خذ لك، اجلد اجلده اجلده، شد عليه، ممتاز. حنا كذا، هذه النوتة شايفينها، هذه النوتة اللي هي الثانية، اقلبها اقراها. هذه النوتة اللي هي سينستر نوت. فين هذه؟ في غرفة 312. احنا كذا كويسين، احنا جينا من شقة 313 نيجي على 310 ناخذ نوتة، بعدين 312 ناخذ النوتة الثانية والمستند الثاني. لا احنا كذا كويسين، ما فاتنا شيء، لا 100% ما فاتنا شيء. المرة العب وانت مرتاح. الان هنا فين بنروح هنا؟ طيب في المكان هذا نخش من تحت من هنا. مرة خش لي من تحت هنا. طيب هنا ايش عندنا هنا؟ عندك هنا حتلقى العلب هذه، خذ العلب هذه شايفينها؟ ناخذها هذه، وهذه شو نسوي فيها؟ هذه نرميها هنا، نرميها في المكان هذا، بس ارميها هنا عشان يطيح اللي هو تجيب العملة المعدنية. يجي كذا مقطع سينمائي يطيح في الزبالة وانت بكرامة، وتطيح معاه عملة معدنية، فما عليك. طيب حنا كذا كويسين. في شيء فاتنا شيء؟ ما فاتنا شيء. يلا نكمل، نفتح هذا اختصار. أكيد في أحد وراه اختصار، في أحد وراه. نخش من هنا اختصار، ننزل خاص مع الدرج. حنا كذا خلصنا، ننزل مع الدرج، نرجع لنقطة الحفظ، تذكرونها؟ نرجع الحفظ ونحفظ، ايش لا؟ طيب حفظنا، ممتاز. الآن ننزل تحت هنا، راح نقابل شخصية تحت هنا. بس خذ الطلقات هذه لا تنساها، عشب السلاح، استعد لأي شيء. عندك كذا كذا طريق، وهنا طريق، هذا فتحناه يطلعنا برا. احنا طريقنا من هنا، تمام؟ احنا طريقنا من هنا، لكن نيجي بعدين. شوف هنا في شيء؟ طيب ما في شيء. ندخل هنا، هذه 115 ما في شيء، 114 ما في شيء، 117 ما في شيء، 116. ندخل غرفة 116، راح نقابل شخصية. عند الثلاجة اللي شايفين في ثلاجة هنا، نلقاه بدرات المياه بينه. يجيك مقطع سينمائي تتعرف على الدب هذا ايدي. يلا، هنا ما عنده شيء هنا ايدي، بس تتعرف عليه. او هنا في دارات المياه. انت كويس ايدي؟ انت كويس؟ طيب هو شاف الجثة هذه، والرجال استفرق، يعني ما شاف غير الجثة هذه، هي المشكلة الجثة هذه. طيب هنا ما في شيء، ما في شيء، يبدو ما في شيء. طيب نشوف الكنبة الأحمر، هذا شيء. طيب هنا في شيء؟ ما في شيء هنا. في أحد هنا؟ ما في شيء هنا. طيب هنا في، ما في شيء هنا. طيب أظن ما في شيء هنا. في مكان تلقى في المسبح، تلقى العداء ذولي، بس حنا بنروح ناخذ القطعة وأوريكم بين القطع. حنا فين حنا الآن؟ طيب حنا كذا خلاص في 116 خلصنا. حنا الآن فين؟ أنا فين؟ فوق اللي شايفين. عشان نصلح نطلع برا وناخذ العملة المعدنية. نطلع من هنا،
مع الباب هذا الكبير، ونيجي هنا المكان هذا تعرفونه، مكان هذا يجيك على الريسبشن، نلقى العملة هنا. وين العملة؟ هي طاحت هنا العملة. هذا شوف، هذا رميناه، هذا رميناه شو اسمه المشروب، هذه العملة، هذا العملة، خذها، خذ العملة، العملة خذناها. حنا هنا الآن، أمورنا طيبة. طيب الآن فين نروح؟ هنا قدام لك على الريسبشن، لكن احنا نرجع، الخايف نرجع ذوليك الجماعة اللي هناك، عشان عندهم يرجع من هنا اللي هي شقة 216، نرجع لها عند ايدي. تعال لي هنا الآن، هنا إذا طلعت من هنا فيه كان في ده. من هنا تلقى الجماعة متجمعين، شايفين الجماعة هنا، ذولي عندهم ايش؟ عندهم قطعة مهمة هنا، مفتاح. بس يا أخي أنا أقدر أفرمهم هذولي، لأن التروفي حق اللي قتل 75 عدو بمسدس وأسلحة، نارية، وقتل 75 بالضرب، ترى يحسب لك، وكل ما قتلت أحد يحسب لك. فهل أقدر أفرمهم؟ خلني أروح أشوف، نشوف هنا. والله بجرب اشوف اقدر ارمه. لا تستغل يعني، هو ممكن اقول شيء لو اشتغل على تروفي الدعس. ابى احفظ وارجع دقيقة، نفتح الباب هذا، افتح الباب. طيب الباب هذا دخلنا من هنا، نلقى الحفظين، بجرب اتفرمهم. خلاص تخلص التروفي من هنا، يعني التروفي تخلص منه هنا ترتاح. والله فعلا تقدر تفرمهم كويس. بالنسبة لي في ستيم قدرت افرمهم، يعني الان جبت كم؟ جبت 75، لا جبت 45. بس خش كذا، هذا ميت، خش عليهم كذا مرة بس نتأكد المتون. بس هذا قتلناه، وهذا عندك كذا قتل بس طول عمر. نصيحة، انت فرم اللي هو، فرم اللي هو شو اسمه، ما هي طلقات لو اخذوا 50 طلقة. نصيحة فرم الدعس، هي الدعس اسوأ شيء. لو في منطقة فيها حشرات نقدر نفرمها. طيب ممتاز، الان بس كذا لود وارجع. احنا قتلنا اربعة، انا عندي 45، قتلنا اربعة. شوف التروفي اللي هو الثاني، شايفينه؟ نو بيج ديل، شايفينه؟ نو بيج ديل، هذا هو التروفي اللي هو عندنا 45 من 75. الان بنقتل ونشوف كم يصير. ماني ما في البلاي ستيشن، ماني متاكد والله منها في البلاي ستيشن، تاكدوا من البلاي ستيشن، لان الرقم اي عدو تقتله الرقم يحسب لك على طول. فبلاي ستيشن متاكد منها، تاكدوا من البلاي ستيشن اذا في رقم، زي ما شفت اللي هي شو اسمها توفيات. قتل هذا، تعال هنا يا سيدي، انت جاي ممتاز. تأكد انه مات، احنا بنلود اصلا كذا ولا كذا. انا قلت كنت 45، نتأكد الان من الرقم، ترى الرقم بعض الاحيان ما يزيد الرقم معاك الا اذا قفلت اللعبة. خلينا نقفل اللعبة عشان نشوف، شوف كيف زاد الان 53 زي ما شفتوا قدامكم. فافرم زي كذا لين تخلص، انا ماني مفرم الان خلاص. انا يمكن لو بفرم، اللي هي حقة الضربات هذه، افرم الدعس، هي اهم شيء الدعس. شوف الدعس كيف، الدعس كيف، الدعس اطلق على رجله، اطلق على رجله واضربه. لا طاح، لا ادعس عليه، ادعس عليه، هي هذه هي اهم شيء. طيب لا نبغى نجيبه واحد واحد، تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا يا شيخ. لا تسوي كذا، تعال هيا، تعال يلا، تعال قتلهم بالعصا. يعني حنا المشكلة تبغى تقول طب جيبه في التختيم الثاني، ما تنفع التختيم الثاني. يا أبويا خذ، يا أبويا ما تستحق يا شيخ، خذ
فهد فهد أشرد لك جرعة شرد ذاك الحيوان كيف إذا شرد يطيح أدعس عليه إيه أهم شيء الدعس المرة الثانية لو لقيت مكان فيه حشرات صغيرة ممكن أفرم الدعس الدعس بيغثك ده فده ليش تقتل ما ليش قتلتهم ليش لو قتلتهم عشان تاخذ القطعة هذه القطعة يلا بس أظن ما في شيء ثاني هنا ما في شيء هنا والله ودي أفرم يا أخي أعوذ بالله نفسي تراودني أنا ما في شيء خلص منها الآن ترى ترتاح تلعب وأنت مرتاح فهمتوا؟ ما دام تقدر تفرم بس أنا خايف علموني في بلاي ستيشن بالله ردوا علي هل عندكم تقدرون تفرمون؟ إذا لأن أنا خفت أنكم ممكن ما تقدرون تفرمون في بلاي ستيشن أنا عندي ستيم أقدر أفرم إذا في البلاي ستيشن ما تقدرون تفرمون فهنا في إشكالية راح نستمر باللعب العادي إذا تقدرون تفرمون ممتاز ندور مكان كذا إذا لقينا مكان نفرم فيه كويس قدام راح نفرم إن شاء الله طيب الآن لا دقيقة ايش سويت طيب نحفظ الآن عندنا اللغز جمعنا القطع الآن حل اللغز اللي هو هذا يلا شوف اللغز هذا ايش يبغى طيب كيف اللغز هذا اللغز هذا تحط لي هنا في البداية تحط لي اللي هو الفضي تمام صورة الرجل الفضي في المنتصف تحط لي الذهبي هي صورة البنت هذه صورة البنت وهنا تحط لي اللي هو البرونز اللي هو الأفعى أو الثعبان تمام طيب هذه الخطوة الأولى إيش الخطوة الثانية نقلب الأفعى نضغط عليها مربع نقلبها إلى وردة تمام اللي هي في اليمين بعدين نقلب الرجل إلى سيف بس نضغط على مربع اللي هو الأخير هذه الفضية نقلبها إلى سيف تمام بعدين نروح لي هذه ونحولها الأخيرة هذه اللي هي الثعبان الآن وردة نحولها إلى ثعبان تمام الآن ناخذ نضغط على الثعبان إكس ونوصلها فين نحطها بدل هذه شايفين هذه الأخيرة الأولى اللي هي في اليسار نبدل هذه معاها تمام الآن نقلب السيف هذا نضغط على مربع ويتحول إلى رجل تمام الآن حول البنت هذه في المنتصف نضغط عليها مربع تتحول إلى صليب أو خلنا نقول ضريح الآن فتحة اللي فوق الآن اللي فوق فتحت تمام الآن الأفعى هذه الثعبان اللي في آخر اليسار نحولها أو ننقلها فين نضغط عليها إكس وننقلها للي فوق تنتقل للي فوق كذا فتحنا المفتاح هذا كذا خلصنا اللغز فهمتوا؟ إن شاء الله كان واضح هذا اللغز طبعا إذا كنت تلعب على الصعوبة الثانية نحط لكم في اليمين إيش تصلح اللي إذا كنت تلعب صعوبة ثانية إيش تسوي الصعوبة الثانية بالصعوبة الثانية نفسها تحط العملات في نفس الأماكن تمام لكن تقلب أول شيء الثعبان إلى وردة بعدين تحرك اللي في المنتصف صورة المرأة تنقلها إلى الخانة الرابعة بعدين تقلب الرجل إلى سيف اللي هي الفضية بعدين تنقلها إلى الخانة الثانية حلو بعدين تقلب جميع العملات بعدين تنقل الرجل إلى الخانة الثالثة بآخر شيء تنقل صورة الثعبان أو عملة الثعبان إلى الخانة اللي فوق حلو هذا تلعب صعوبة ثانية مشكلة يعني عشان كذا قلت العبوا معاي عشان كذا قلت العبوا مع الصعوبة حقتي طيب الآن نرجع هنا بس نحفظ الآن حنا بنروح ناخذ حاجة تمام خلاص حنا كذا في نهاية الشابتر حنا كذا الآن في نهاية الشابتر شوف فاتك شيء انتبه وريكم الملفات اللي أخذناها حنا الآن في هنا الويد سايد أبارتمنت 1 2 3 بس هي 3 ملفات ما لها رابع 3 ملفات ما لها رابع
تمام. وبخصوصا هي الصور، الصور عندك اخذنا ثنتين بس، هنا انت معك 4 صور اصلا، اخذنا ثنتين اظن، هذه بين هذه وهذه، اخذنا فالنتاين داي وهذه. الذكريات ما في شيء والله يدل على الذكريات، فانت كذا امورك تمام، لكن هذا ما يمنع انك تخلي عندك ملف حفظ، فلو سمح الله فاتك شيء ترجع منين ما هي مشكله. فانا فين بنروح الان؟ بروح للشقه اللي فوق ونفتح الباب. والله ممكن افرم، ممكن افرم الترفيهات، والله يفكر افرم الترفيهات، لكن ما علينا نخليها تمشون معانا احسن. نفتح هذه الغرفة هنا، ممكن نرجع الحفظ هذا وافرم الترفيهات، واذا اذا قدام مشكلة ممكن ملف الحفظ هذا راح احافظ عليه. شوف عندنا فين، بس عندنا هنا في شقة 201. طيب خلاص عندنا هنا بس ناخذ حاجة، هنا ما في شيء، هنا لا تتعب نفسك. دخلنا من هنا ما في شيء، ما في شيء، لا تتعب نفسك، تجيك الوراثة الهرم هنا بس تعرف عليه كذا في مقطع سينمائي بس. هو ناخذ هذه الجرعة مهمة، وهنا عندك الباب الأحمر هذا باب ما يفتح، وعندك هنا هذا الآن يجيك مقطع سينمائي تعرف على رأس أبو الهرم هذا. سكيب. طيب الآن تاخذ هذا، إذا خدت هذا خلاص هذه نقطة لا عودة، خلاص هذه نقطة لا عودة. الآن تدخل مع هذا، مشاله صار مشاله غريب. نخش هنا، والآن يجيك التروفي، يجيك تروفي مع القصة الآن. هذا التروفي جاء اللي هو اذر وورلدي، المهم يجيك تروفي مع القصة. هنا ما في شيء، في الله مطلقات بس، فيني في طلقات هنا بس، هو نفس العالم حقنا بس اللهم متغير شوي، نفس الغرف بس العالم الثاني. هو العالم، هو صراحة الإبداع في سايلنت هيل هو العالم هذا، نسيت العالم الثاني نعم، صدقوني نسيته، هو من أجمل أرهب حاجة في سايلنت هيل. ارجع الخلف في طلقات، أخذ طلقات، وهنا ايش فيه؟ ما في شيء هنا، ما في الحظ، ما في شيء نحفظ. الآن خلاص كده دخلنا الشابتر الثالث، ناخذ الخريطة، هذه الخريطة، اوكي هذه خريطة العالم الثالث او الشابتر الثالث. هنا شايفين احنا الآن هنا شايفين. طيب وش عندنا الآن؟ الآن هنا درع، حتى أظن ما في تجمعات كثيرة، يمكن 2 تجمعات بس، 2 جليمز. هذا خش عليه، لا يتنفس لا يتنفس، اخر عني شوية يستفرغ، ذا هو حتى هو ميت يستفرغ، الله يقرف والله، صار يحذف الاستفراغ. خش عليه، اشرد عنه اشرد عنه، حتى هو طايح يستفرغ. انتبه يعني ما تدعس عليه، اظن حتى الاستفراغ يبغاله فترة. ادعس عليه، مات مات. طيب ما بس انتبه لهم بس، هنا ما في شيء، هنا ما في شيء، هنا ما في شيء، هنا ما في شيء. عندك الجدر هذا اعطيه بار2 لين يتكسر، شد عليه. ايوه يا شو اسمه ذا الولد، انا ما اعرف اسمه الرجال ذا، ما اعرف اسمه. هنا يغثونك، هنا الله يجيك القرف. شوف شوف مندس الحيوان، في واحد هنا كمان والله شوية شرير. وينه وينه؟ مشكلة مع الظلام ده ما تشوف شيء. طيب هنا في طلقات، أظن طلقات هنا، إيه هذه الطلقات. نجهز السلاح ويندس هنا أهو، لا ما في شيء، ويندس هنا، في واحد هناك شايفينه، وينه هو راح ونهابه، وين راح؟ كان هنا، ما علينا، احنا نبغى نشتغل على ذاك. ايوه خلي لين يقفل، مات
لان العيار يقفل شايفين. بعد هنا في واحد هنا كمان يفاجئنا الان. في شيء نشيله هذا، شفتوه؟ اجلده. تعال هنا، تعال هنا، انت تشوت بيدك انت. والله هذا جالس تشوت بيدك. طب عنه اجلده، عطه يلا. انا ايش في؟ ما في شيء هنا، في شيء هذه اظن ما في شيء هنا. روح الدرج ده، ما في حاجة. شوف ما في شيء هنا كمان. هذا في شيء حاجة. هذا في طلقات صح. طيب بسيطة، الوضع بسيط والأمور مستتبة، ما في شيء هنا. طيب تمام. طيب يلا خش هنا، هنا ما في شيء. هذا الباب عشان ثلاثة، ما في شيء. 202 ما في شيء. انا اسجل الخريطة، هو يسجل لك على علامة ان في حرف ام على الباب. طيب هنا انتبه، هنا اظن في احد، هنا في احد. طيب ما في احد هنا، ممتاز. خش هنا، ما راح تمشي قدام بس يعني ما في شيء. هنا عندك الحفظ، هذا الدرج في حاجة، حبة صحة. طيب اوكي، حبة صحة، لقينا صحة، معاي 11 صحة ما شاء الله عليه. والله محافظ، عارف ايش احنا براس الهرم هذاك يعني فيها لعب. لا ما في شيء، اظن حتى هنا ما في ولا مستند واحد اظن حتى. ممكن تلقى جليمس اللي هي شو اسمها، ذكريات، اظن ثنتين ذكريات. هذه نقصنا حاجة، نقصنا عقرب. هنا نوت ريد، ما هي محسوب هذا، ما دام طلعت في اليمين في اليسار احمر ما هي محسوب. هنا ما في شيء. طيب نحفظ، طيب خش هنا، ما في شيء مرة، بس تقدم حرفيا ما في شيء. عندك يسار، يسار في غرفة. اوكي دقيقة، في غرفة هنا. دقيقة، أظن الغرفة نجيها بعدين أظن. دقيقة شوف هنا شوي، ما في شيء. لا عندك هذا. اوكي، ولا يا حيوان انا شايفك انا، بس انت قفلت شو اسمه ادعس برجلك. ايوه برجلك ادعس عليه، توطف كبده. احنا دخلنا من هنا. هنا عندك ايش؟ هنا في حاجة، في طلقات، ممتاز. اوكي طلقات، اوكي طلقات بتزيد ولا ايش؟ هنا ما في غير تلفزيون، التلفزيون هذا ما عنده شيء. سرنجة، ايوه سرنجة، ممتاز. انا وضعي صحيا كويس يعني، معي جرعات كثيرة مرة. انا اعطي نفسي عين الان، يطلعون الاثنين يخلوني اخسرها كلها. من ايش فيه؟ في طلقات. هنا في حشرات. وين 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 وين؟ ايوه ابغى ادعس عليه زي كذا، والله ودي افرم اذا بصراحة. خش هنا، في شيء هنا؟ في شيء؟ ما في شيء. اوكي دقيقة، الله يقرف وجهك، ما انتبهت لك، وينك؟ لا ادعس عليه، ادعس عليه، ادعس عليه يا اخي. يلا ما هي مشكلة. شيء؟ وين ذا؟ ادعس عليه يا اخي. ايه وادعس عليه كذا، هنجيب التروفيات بسرعة. طب عندك هنا الشباك هذا، هنا عندك هنا في شيء. ايوه في طلقات، ممتاز. 4 طلقات، 40 طلقة، و10 في اليد، ممتاز. طب هنا فوق ما في شيء، حنا في فوق شيء، هنا فوق ما في شيء. في حاجة، اطلع فوق من هنا. خش هنا يلا، شوف عندنا فين حنا. 303،
طيب مش عندنا هنا. اوكي هذا ميت. الله هذا مو ميت، هذا بيصعب علي بعدين. ادعس عليه، هذا بيصعب علي ذا بعدين، ذا بيصعب علي الان. يلعبون فيه لعب، انا جاهز ناخذ الطلقات بس. هنا ايش فيه؟ ما في شيء هنا. في هنا والله في جرعات كثيره، بدأت تجي الجرعات، بدأ يجي الشغل. كانوا يقولون لك استعد. اه هنا في واحد كمان، هنا احد قتلهم ولا؟ هنا في واحد بس خل ادعس عليه. ارجع، مات، ممتاز. الباب هذا يفتح؟ ما يفتح. طيب هذا مو ميت، ما عنده دم ذا. ادعس عليه، خل ادعس عليه. هذا ما عنده دم، هذا يصحى. طيب هنا ايش فيه؟ طلقات، ممتاز. في شيء فوق؟ ما في شيء فوق. فاتني شيء؟ ان شاء الله ما فاتني شيء. كسر هذا الشيء، ممتاز. طيب في طريق من هنا، ناخذ هذا وناخذ الشيء. هنا في حاجة، طلقات يا ولد. والله والله بيت الخيرات، بيت الخير. هنا نحرك هذه أظن، دقيقة نشوف، تأكد. خش هنا، والله في ميتين كثير، في كثير ميتين. شوف نحرك هذه، ما سوينا شيء، بس اللهم افتحنا هذا. طيب ايش الهدف؟ غريب ايش الهدف هناك. اظن هذا اوكي، هذه الشقة حقتنا. ايوه هذه الشقة اللي قتلنا هذا، دعسنا عليه وكسرنا الجدر هنا. يعني نفس الطريق، نفس الطريق. ايوه كويس، يعني ما فاتنا شيء. بس عندك طريق هنا، وهذا اللي حركناه، ممتاز. في شيء ثاني، في طريق من هناك. طيب شوف احنا فين في الخريطة، بس اوريكم احنا هنا شايفين. طيب فين بنروح احنا الان؟ احنا هنا نبغى نروح هنا في غرفة هنا، شقة 207. خش على 207 وتلقى مفتاح هنا، المفروض تلقى مفتاح. دقيقة شوف هذا الشيء، يا راديو معلق. طيب هنا المطبخ، في شيء؟ ايوه متسوسة هذه ما شاء الله، وطلقات كمان. ايوه واضحة، واضح الشغلة. شيء اعطاك طلقات وجرعات وزي كذا يدلعوك، اعرف انه منوين شر معروف. طيب حنا فين جينا؟ وين رحنا؟ الباب هذا مقفل، مقفل بالراديو. اوكي التقفيلة ذي وين جينا حنا؟ جينا من هنا. طيب جينا من هنا، دخلنا المطبخ، خلصنا، لفينا كذا. نخش الغرفة هذه، نخش الغرفة هذه. اوكي هذه الغرفة فيها محبس او ايوه. هنا ايش فيه؟ يبغى لنا اداة هنا. طيب ممتاز، خش هنا، ننقز من هنا. او هذا المفتاح، المفتاح هذا 306. اخيرا لقينا مفتاح. اقفل الشباك، عندك واحد هنا، ادعس عليه يا ابويا. عنده شيء؟ ما عنده شيء. طيب عندنا هنا المحبس هذا، طيب نفتح المحبس. تر طيب الآن يجونك اثنين هنا، يجيك واحد هنا، مات. ندعس عليه. شوي جابني له انا يا شيخ، جابني لك. يلا يا مشكلة، كل العيون التروفيات. ها الله، كل العيون البلات.
يلا ما مشكلة، نطلع الآن من هنا ونروح غرفة 206، فلكن الوضع غير صحي. ليش؟ بجنك أعداء. دقيقة، وين 206؟ 206 فين؟ أوكي 206 قدام، نخش يمين. ممتاز. أوكي وين بنروح؟ قدام نخش يمين. هي هنا 206. ايوه وين ده؟ ايش بك يحتفل كمان؟ خد ادعس عليه، قايل لك الوضع مو مزبوط. هذا بيصحى، هذا يصحى بعدين، يجيني بعدين. هذا المعفن ده روح له وادعس عليه واشرد اجرد. كذا ما تعتبر. هذا 206 306، معلش 306. عشق السلاح هذا، واضح انه انا مقفل مشكلة، مقفل ال واحد هنا. ايش شافني؟ ايش فيه؟ طب تعال ايوه خد خد انت، خلك مكانك انت بس، شف عني. طيب في احد؟ في هنا جرعه شيء، هنا في طلقات، في هنا ما في شيء. خلينا نحشك الطلقات، انا احشك مسدس. في شيء؟ ما في شيء هنا في المنطقه هذه. طيب فوت انا شيء تكفى، ما في شيء. احنا فين؟ دقيقة نشوف الخريطة بس. احنا خلاص احنا 306. فين بنروح؟ بنروح غرفة 304. كيف نروح 304؟ دقيقة. طيب خش من هنا، هاي 304 والأعداء. تعال تروح يا أخي، مختفون كذا يا أخي، والله تخوف ذي، مختفون كذا. في هنا فين راح الغبي ده؟ كان هنا، كان هنا، هنا. اخوي خد خد خد، تعال هنا خد خد خد. احنا الان في غرفة وشقة 304. خذ الشيء هذا، والله لما ضربني ضغطت دقيقة الونة دافع. ونفس هذا، نفس الباب، نفس الباب هذا. نبغي ناخذ القطعة هذه، خذ القطعة هذه مهمة جدا. لفها كذا، طيب لف، لازم اعلق على الاكس. اذا شغلتها خذها، انتبه اذا شغلتها خذها، لا تنساها. اللي هو هذا المحبس هذا. الان بنروح الى 307. هنا الآن يجونك، طبعا ما راح يخلونك في حالك. هذا هو عند الباب، تعال نخش. خد خد اشرد اشرد اشرد، خد خد لك، طيح برجلك يا اخي، خلصوا برجلك يا ابن الحلال. ايش فيك انت؟ صدعتني. خش يمين عشان تاخذ طلقات. طلقات هنا، والله اذكر في طلقات هنا عشوائية ولا ماني فاهم. ترى 303، 303 هنا الطلقات، صح هنا الطلقات، معلش هنا الطلقات.
احنا 303 هنا. طيب ممتاز، نبغى نروح 307. شايفين 307 فين؟ يلا انا يجون لك اعداء الان. النايمين هذول كل ما تسدحين هذول كل ما صحوا. شوف خد 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 يا خسارة فيك ثلاثة. طيب ايش كنت ميت ولا؟ عنده واحد هنا. ايه هذاك شايفين متساد وحدة استقبله. انت مت مشكلتي، مشكلتي النايم هذاك هذا. خد تعال انت اللي الفحط ذا. وين الفحط هذا؟ اجعس عليه. هذا جالس يفحط. طيب عندنا شي حنا خشينا كمان نخش هنا. هذه الشقة، هذه الشقة فيها الراديو لعلي. اوكي ظني ماشي صح. دقيقة نخش هناك بس انتبه هذول يصحون. الشقة اللي فيها الراديو جيت رجعت هنا. طيب انا والله لفيت ورجعت. وين الشقة؟ هذا 307 اللي هنا صح صح تجري منها على طول. بس هذا 306 307 اللي هي هنا يا شيخ. عارفها، نعرف مكانها فين لما حركنا هذا. ايه حركنا هذا هنا. هذه 307، هذه 307. ايه ونجي هنا في احد هنا. بس قبل تخش خش خذ لك اللي خذناها كلها. طيب نخش هناك وهذا بنستخدم هنا. شايفينه؟ استخدم هنا، حطه هنا. يلا علق لي على اكس عشان يلا واحدة ثانية كمان. علق الاكس مرة ثانية. طاح اللي هو يمين، طاح طاح اللي هو هذا الراديو. ناخذ العقرب منه، عقرب الساعات هذا. وفتح لنا باب فين؟ فتح لنا بابين عند هذا العود هذا يا سيدي، الجيتار. وخش هنا، فتح لي هذا، فتح لك الدرج، انزل مع الدرج. يعني عندك هذه غرفة اتش هي منعت منها، يسجل عليها الآن في باب مكتوب عليه اتش. لكن احنا اللي يهمنا هنا نبغى نحفظ هذا الحفظ، نحفظ عشان نكمل. طيب نحط الآن هنا في الساعة، نجي الساعة ونركب العقرب تمام، ونحط العقرب على 9. خلاص على 9 وضغط اكس. بس تبغى تشوفها هنا، إذا تبغى تشوفها على 9 وزي كذا اللي هي هنا الحل اللي تبغاه. جالس الناس يسألوني عن الحلول، فين الحلول؟ بس خلصنا الآن، ندخل مع الباب حق الاتش هذا. حتى الآن ما جمعنا شيء مهم، يعني ما جمعنا فيه صورتين نجمعها وذكريات بس قدام. بس المرحلة هذه كذا هي مرحلة غثيثة شوي. أنا أحط مفتاح، هنا أحط الحمامة، هنا ما في شيء. ناخذ ال 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 الطلقات وكسر لي هذا. شد عليه، شد، أنا شد. نخش معاه ونلقى هنا، نجيب حاجة من قطعة. غمس يا حبيبي يدك. ايوه غمس، يلا غمس المقرف كمان. ضغط لي اكس ورا بعض عشان تغمس يدك. والاكس مرة ثالثة. ايوه ما واضح. الله يقرفك. طيب يلا نفتح هذا. وهنا عندنا اعداء، يجيك عدو هنا. بس ناخذ ناخذ الحمامه هذه. شوف هنا في حمامه، خذ الحمامه هذه يا اخوي. جاع يو، هذه حذف ذا، حذف هذا خلاص في حذف، عشان كذا يعتبر خطير. ود مات
طيب ما علينا، هنا شو عندنا؟ ما عندنا شيء هنا؟ أظن ما في شيء هنا، بس هذا حاجة مثل الباب هذا. وين نحط الحمامة؟ طب احنا لفينا ورجعنا هنا، الحمامة نحطها هنا. الحمام هنا، أظن ناخذها من هنا، أظن نحطها هنا. طيب، احنا رجع لفينا، كيف جينا احنا؟ دقيقة، في شيء غلط. روح، احنا تحول العالم. دخلنا من هنا وتحول العالم. اوكي، هتقفل ذا. لما طلعنا العقرب من هنا تحول العالم. اوكي، طيب ندخل الباب الازرق هذا. عندك يسار، عندك يمين. خش يمين هنا شوية نشوف ايش فيه. دقيقة، يمين في شيء؟ يمين في شيء هنا. هذه غرفة 211، ناخذ الجرعة هذه بس. شوف انا السيب ايش فيه. دقيقة بس، احنا هنا هذه غرفة 210 اللي طلعنا منها، هذه غرفة 209 نخش لها. 209 هنا، إذا آخر السيف فيه طلقات، ممتاز. نخش هنا 209، شيء هنا كتاب الأعداء. ما في شيء هنا ناخذ حتى، إذا ما يفتح التلفزيون هنا. كاسر التلفزيون هنا، انتبه في شيء. ما في، في طلقات هنا. لا خبط، هذا خبط. فين رحت؟ فين جيت؟ شوف انا فين اصلا. انا الان في هنا. طيب فين نروح؟ ندخل هنا، نفتح هذا اختصار بس. نخش هنا، عندنا هنا دورات مياه. اكسر الشيء هذا، خذ الشيء هذا. هذا ايش هذا؟ مياه الفورم، مدري ايش هذا. معك منه ذا، يجيك هنا واحد هذا. اجلده، ارجع عنه. اجلده، اذا طاح ادعس عليه. ايوه، نرجع التلفزيون المكسور، شايفين؟ اذا رجعنا، احنا كنا هنا ورجعنا هنا. طب ندخل مع الباب هذا. الباب هذا يدخلك برا على التلفزيون المكسور، يعني ما في شيء. نجي هنا، احنا ناخذنا الطلقات الان. نجري من هنا عشان نكسر الجدار هذا. اكسر الجدار هذا، اعطي واحدة، اثنين، اعطيها الثالثة. خلاص احنا كذا كويسين. هنا في شيء؟ هنا لما اخذنا الجرعة 211. طب يتفق دخلنا من هنا ولا من هنا؟ شوف الخريطة، احنا 211. ما تفرق، يا دخلت مع الباب ولا مع الجدر ما تفرق. طيب نخش مع الجدار ده، كسرناه. ادخل معاه، في شيء هنا؟ اوكي، في درج، ان شاء الله في حاجة. اوكي، طلقات، ممتاز. 61 طلقة، ممتازة. الان هنا، طيب هنا ما في شيء. هنا طلعك، هنا طلعك لما اخذنا هنا الجرعة، طلعك للسيف. هنا انتبه، في اعداء هنا، في اعداء هنا. وين بس هذا؟ واحد ثاني معنا. نخش على هذا، نخش على، اعطيه وش عليه؟ واحد وراه، عارف ان هنا ذا. ادعس عليه. ايه، في واحد هنا كمان، تأكد. اثنين. طيب ناخذ الان رأس البجعة، ناخذ رأس البجع. خلاص احنا كذا خلصنا من هنا. نرجع الآن الغرفة 200 300. احنا 200 ولا شو وضعنا؟ ايش من هنا؟ ارجع لي غرفة كم؟ 100 200 210. ارجع غرفة 210. في غرفة 210 عندك اللي هو الميزان هذا. طيب شو نصلح الآن؟ ندخل على الاعدادات ونجينا على راس البجعة ونضغط عليه اكس عشان ندمج مع الجسم هذا. كذا صار عندك بجعة كاملة. الان نحطها في الميزان هنا،
حط لي البجعة هنا. طيب الآن حرك البجعة، اختار على البجعة وحركها في الثالث هنا، شايفين تصير متوازية وينكسر هذا عليك وتأخذ المفتاح. شوف كيف الحركات، المفتاح المجنح. حنا فين؟ حنا هنا في غرفة 210. طيب الآن أمورنا كويسة، الآن نجي نفتح الباب هذا بالمجنح. يلا خلاص الآن أنت هنا تلقى حفرة وتنقز لي الدور الثاني. انقز الدور الأول، معلش تنقز الدور الأول. طيب الدور الأول هنا، أول ما تدخل الدور هنا في ذكريات هنا، فيني هنا الذكريات، في ذكريات. دقيقة نطلع من هنا نشوفها، هاي ذكريات هنا شايفين، هنا شايفين أول ما مرة، أول ما تطيح من هنا قدام هاي الذكريات. خلاص بس كذا، شوف الذكريات خلاص تمام، شفتها مبروك. يلا هنا عندك هذا الباب مقفل، وندخل باب هنا ناخذ الحاجة دي وناخذ الحاجة هذه، جرعة ممتاز. طيب خش من هنا، خش اليسار، ده غرفة 110 مقفلة. الغرفة الثانية 109 هنا، هذه 109، 109 ندخل 109. جينا مقطع سينمائي بس دقيقة، ناخذ الأشياء اللي هنا. في شيء هنا؟ في شيء؟ أوكي في طلقات. طيب في شيء؟ ما في شيء هنا، في شيء؟ ما في شيء. أنا أكسر التلفزيون بس. أيوة يلا أنا ندخل هنا. هنا نلقى الآن مقطع سينمائي، البنت أنجيلا تعطينا سكين، هذه البنت هذه تعطيك السكين، هذه السكين. الآن قبل نسوي أي شيء، السكين هذه تلقاها فين؟ هنا، هذه السكين لا تضغط عليها مربع ولا حاجة من هذه تضغط عليها مربع، فهمتوا؟ هذه خليها في الأخير، لا تضغط مربع هنا مرة، الأشياء ذي ما لك شغل فيها، لا تلمسها ولا تقرب. هذه إن شاء الله في الأخير، لأن هذه خاصة بالنهايات، في الأخير كذا شو اسمه نجيب النهايات بالأشياء هذه، فهمتوا كيف؟ طهير عقلك اقسم بالله ذا. طيب هنا ايش في؟ ما في شيء هنا، ما في شيء. خلاص خذنا المفتاح، لا تنسى المفتاح، لا تنسى المفتاح تاخذه من هنا. طيب ما في شيء هنا، نطلع، ما في شيء برضو. اوكي ما في شيء، خش هنا، خش هنا ما في شيء. طيب الان احنا في غرفة 109، شايفين 109 فين احنا؟ احنا 109. الآن يعني نكمل من هنا، عندك هذه 110 ما فيها شيء. الآن تسمع التسحيب، هذا أبو رأس الهرم يسحب سطوره. يلا يعني نخش من هنا، نفتح الباب هذا بالمفتاح وندخل المنطقة هذه. هنا ما في شيء، بس اللهم الطلقات. ما في هذا، هذا الباب الأخير ذا، نقفل الشابتر هنا بس نجي بعدين نفتحه. الآن نخش لي هنا، إيش سوى؟ سوى حاجة، سجل، أيوه سجل في الخريطة. هنا في هذا نقف منه، ما في شيء هنا، ما في شيء هنا. في عندك النوتة هذه، هذه ما هي مطلوبة ذي، ما هي مطلوب، بسوريكم فين بس اللي ابغاه، بس ما هي مطلوب، ما راح اطلع اذا في 101 شايفين. طيب الان خش هنا، خذ السرنجة، يا سلام على السرنجة. هنا في طلقات ناخذها، ما في شيء ثاني، ما في شيء. الان هنا ندخل مع الباب هذا، الباب هذا الان اذا دخلت خليك بجهاز مسدس عشان تقتل هذه، اذا قتلت هذا عنده صورة ذا. يا اخوي انا معي مسدس يا اخوي، خلينا نهبط بيبي.
موت موت يا ابوي، مع مسدس انا والله العظيم. طيب يلا، عند اهم شيء الصورة عندي، هذه الصورة ورافر تقدر، هذه الصورة فين؟ هنا تمام. يلا الان ما لسه تروفي، ما طلع لي، طلع لي تروفي حق ذا غريبة. لو كنت فري مخرب علي، قتلت اشياء كثيرة. هنا ما في شيء، اتعب نفسك. افتح الباب هذا، والباب هذا يطلعك من عند، لو جيت من هنا دقيقة، من هنا في شيء؟ هذا ايش؟ ذو الشباب. ايوه دخلنا 212 هنا نلقى حفظ، وهذا الحفظ نحفظ. يبغى يحفظ. طيب ايش بذا؟ طيب لان نجي هنا نركب عقرب الدقائق، وعقرب الدقائق نخليه على 2 تمام، شايفين؟ حطه على 2. يلا افتح الباب، الباب فين؟ تذكرون الباب اللي عليه حرف ام؟ انا مش يطلع من هنا ويجري 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 من هنا، يطلع لك الباب اللي فيه حرف ام هذا، شايفينه؟ الان هنا ايش تصلح هنا؟ هنا بتلفلف على كيفك، لكن ما في شيء. هذه هي هذه العثث، هذه عشان تعلمك لو الرقم، لو تعرف الرقم تمام. هذا رقم على الهلال، هذا اللي عليه شو اسمه هذا هنا اللي عليه الدائرة، يعني الدائرة، الدائرة لها عدد وهذه لها عدد. خش من هنا، ما في شيء، بس الله ما تخش تشوف العثث بس. ما في شيء ابدا. شوف تنزل من هنا، ما في في قطعة في شيء، ما في شيء حتى تشيله. بس اوريكم اللي محتار، ندف هذا الشيء عشان تشوف بس اللي هي هذه الجمجمة. هاي هون يعلمك اللي هي اللي ايش، يعلمك اللي هي الارقام بس، حل اللغز بس، يعلمك حل اللغز. شوف هنا في مطبخ، هنا شوف في شيء، هنا في شيء، هنا اظن في حاجة هنا يشيلها. لا ما في شيء، تنظر زي كذا تشوف. فكل فلو جينا على اللغز هذا، الحل على سهل اللي هو 5 8 2، هذا حل سهل 5 8 2. حل الصعب ثلاثة، الصعب اذا تلعب على صعب 3 7 3 تمام. هذا حل الصعب، على طيكس ما يفتح، هذا حل الصعب. لكن كنت تلعب معاي اللي هو 5 8 2، هذا حل حقنا 5 8 2 تمام. هذا خاصة الكلام، نيجي هنا وناخذ عقرب الثواني. يلا يا ابو الحركة ذي اللي ما لها داعي، يلا اسحب، يعني خفت انا الان، يعني الان جالس على اعصابي. يلا اسحب العقرب، خلصنا. يلا خلنا عقرب الثواني، ما في شيء هنا، اطلع من هنا. هنا في شيء؟ كان في حاجة، ما في شيء هنا. خلاص اطلع، ارجع الغرفة، ركب لي عقرب الثواني. كان ما في شيء مني، بس هذه الغرفة. شوف كيف بس جاك الرجال هذا، الرجال هذا جاي هنا يدور عليك، شوف كيف، شوف كيف السطور حقه. وخش لي هنا، وهنا ركب لي عقرب الثواني، عقرب الثواني حطه على 3، اظن ما تفرق اذا كان صعب او سهل. كذا احنا فتحنا باب الثواني، الباب اللي عليه حرف اس، تذكرونه؟ يلا نحفظ بس. طيب الان قبل نصلح اي شيء، تعال لي هنا وخذ الصورة من هنا، خذ الصورة من هنا، هذه الصورة، نقرا الصورة، هذه الصورة مهمة جدا. جيب، ما في شيء. هذه الصورة الثانية في الشابتر، قبل الشابتر هذا، ناخذ الصحة هذه. الان نروح للباب اللي عليه حرف اس، احنا كذا جمعنا كل شيء خلاص، امورنا طيبة. وشي مع الباب هذا، وتلقى هنا قبل تنزل مع الدرج تلقى الشيء هذا، اضغط عنده اكس، هذا اللي هو الذكريات، هذه الذكريات الثانية. اظن هنا في 2 ذكريات و2 صور بس، اظن ملفات ما فيه، ملفات ما فيه، ملفات بس صور، بس صورتين. و يعني انت الان معك 1 2 3 4 5 6 صور، وش اسمه قولوا معاي، و2 ذكريات.
اوريكم فين حنا، فين حنا هنا بس اللي ضايع. يلا الان نقاتل الزعيم، خلاص احنا كذا خلصنا. خش على الزعيم يا سيدي، اصلنا نقطة لا عودة اللي لما تدخل مع الباب هذا، باب حرف اس، نقطة لا عودة. فين الباب؟ فين الباب؟ من هنا ضيعت الباب انا، من هنا. ايوه هذا الباب نقطة اللعب، خلاص هنا دخلت، خلاص تقاتل الزعيم تقفل الشابتر. الزعيم تقاتله الين يطلع صوت، خلاص في صعوبة شوي. سكيب نخندر صبناه كذا. طيب كذا بنتين قفر عنه، قفر عنه حشك. مدري هو وقت ما غسيت وقت مسك، ما اذا مسك عادي تعلق على اكس. ايوه كذا مشكلة كذا. قفر عنه طيب بنتين. ايوه عصب ولا تعال هنا، خش علينا. خرج خرج اوكي، طلع الدخان منه. ما عاد طلقات كثيرة، ما عاد طلقات كثيرة، ما في سبعة. ايوه هذا الحل. اكس 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 حشرني يا شيخ، هو المكان بس حشرتني ولا جبت راسك تعبان؟ خلاص طلع الصوت، خلاص طلع الصوت، لا تحتك معاه انت، اشرد عنه. اذا خلاص كذا حنوي ينسحب يروح الباب هذا، بس كذا تعال واضرب. كم طلقه ضيعنا عليه؟ ضيعنا عليه طلقات. بس كذا خلصنا حنا الشابتر الثالث والرابع، الثالث يطلع لك تروفي باست، يطلع لك تروفي باست. خلاص ممتاز، خلاص حنا كذا امورنا طيبة، خلصنا من هنا. الان نخش نحفظ نقفل. طيب حنا هنا صار معكم نهاية المقطع هذا، مقطع طويل بس حبينا نخلص فيه الشابتر هذا. الشابتر هذا ما فيه شيء كثير. في الختام لا تنسون اللايك وشير القناة ودعم مقطع اصحابك، خلي يستمتعون فيه. سبتم نظرة تهتمي بلعب ترفيات سايلنت هيل 2 ريميك، حياكم حساب انستغرام ميكس وتيك توك ديسكورد. لا تليكم العاب عبادة ودراسة طاعة لدي، والسلام عليكم ورحمة الله.